الرجل الذي بعده هو حارثة ابن النعمان ابن نفيع الأنصاري رضي الله عنه، ده صحابي جليل حارثة رضي الله عنه، كان بارا بوالديه وبوالدته وكان مقاتلا مجاهدا، وقد بشر أو جاءت البشارات بأنه من أهل الجنة، مش بشر لأنه بعد وفاته الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر كلاما عجيبا عن حارثة رضي الله عنه وهو في السلسلة الصحيحة للألباني. طيب، قال ابن الجوزي رحمه الله: يكنى أبا عبد الله، شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبرأه كفاية يا جماعة، شفت السطر الأول ده كفاية، شهد بدرا والمشاهد كلها كفاية جدا، قدم للإسلام ما قصر. نحن قدمنا شو؟ أي واحد فينا يا جماعة يسأل نفسه أنا قدمت للدين ده شو؟ والله أنا لقيت واحد مفلفل شعر، مفلفل وحالك كده، قال لي أنا كل يوم يومين ثلاثة بفكر بقول أنا الإسلام ده قدمت ليه شو؟ فالزول فيه خير، أنا قدمت للإسلام شو؟ ناس يا أخي تلقاهم ينشروا في الغنى وفي أشياء، يقول لك حواتة، حواتة بتاع شنو؟ طلعت تلقاها إلا غنية يرسلها لأصحابه ويبكوا. مرة ما جينا قرية جبنا زيرة الفنان ده، واحد سكران ما قادر يجيب، عمل لنا كده يا أخي معقولة؟ والله عمل لنا كده، ما يرضوا في كلمة، كلمة ما يرضوها فيه، وديلك بتاع الجرائد يكتب وديل كذا وده يوزع في الأغاني. شيعة واقعين في الشرك، روافض يا الحسين مدد، يا الحسين مدد يا زين العابدين، وكفريات قرآن محرف وكذا، روافض شرك وكفر شغال، ده الإباضية شغالين يا علي في كتب، بإجاية الصوفية شغالين، التجانية نادي أبو العباس يا أبا العباس، لكن هم ملخبطين، نادي أبو العباس بناديه، سيدي ساكن فاس بناديه، داك بغادي نادي يا دسوقي، أسي جايين في الطريق، واحد ساوي في الزاوية بتاعته يافطة كبيرة، شاف أخونا حسان علق عليه يافطة كبيرة وبأسمنت كمان سوداء كاتب فيها يا مكاشفي. قليل في البلد دي يا ناس والله شرك، وغير البلد دي تمشي بغادي مصر يا البدوي سيدة زينب يا فلان يا علان، تمشي الشام تلقى ناس يا عبد القادر الجيلاني يا فلان الحجر، تمشي نيجيريا تلقى تجانية دي نادو أبو العباس، محل ما تمشي في العالم ده شفتها بلاوي وشرك. ناس أحمد داود ديل المضلين دي يمرقوها في تشاد، ماشي سوى محاضرة في تشاد ودوه بيت هناك، جايب خبرون لافين في البلد، ينشروا في الباطل وفي الضلال ويأصلوا للشرك وللبدع، شاكي العالم دار دعوة للتوحيد ذاته ما يتلولوا، يضيعوا زمانهم في غير التوحيد والعقيدة. زول تلقى عنده دكتوراه حافظ الكتب الستة تلقاه في دماغه في صدره حافظه، وحافظ المتون والشروحات ضابطة في اللغة العربية تلقاه بحر، في الأصول تلقاه أسد، وتلقاه في الفقه في العقيدة، وبعد ده تلقاه يخلي العقيدة ويتكلم لك في مسائل تانية. ما في ناس بينصروا التوحيد، قليل قليل يا ناس، عشان كده الزول يشيل اللواء ده ينشره يقوم به. والله التوحيد ده شفته، كان الله وفق بقي زول توحيد وزول دعوة وقدمت للإسلام ده، تفيه خير بعد تموت الله بيرحمك. ما شفت ذاك قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني شنو من المكرم. الله ما أكرم الزول، لا أكرم مكتلو في شنو انت قال، مكتلو في العقيدة وفي التوحيد،
طيب فزول يا جماعة يقدم للدين يا أخي، إذا طيرة طيرة هدهد بتسافر شهور، مسافة بتاعت شهور تسافر وتجي غضبانة من سبا للشام، تجي غضبانة من ناس بيعبدوا في الشمس، طيرة طيرة هدهد. انت ما قدر تقدم التوحيد، والله اداك والله. لقينا ناس اسي سفر، اخر سفرة مشينا قبل يومين ولا ثلاثة، جينا ببعض المناطق لقينا واحد النوع اللي بيسمون فراشي ولا بيسموه شنو، بنادي الزباين يركبهم في العربية دي، يركبهم في الحافلة، طراح. لقينا لاف في شال شاب، قال والله يا الصوفية ده حيرونا، احفظوا القرآن وفي النهاية اعبدوا الشيطان، حيرونا ذاته. قال أنا متزوج واحد بس ماشي اتزوج الثانية بعد 8 يوم، لكن نازل حيروني مرة واحدة، مشينا وموضوع زواج شنو شنو كذا وحصل كذا وفكيف لا، وذكر أشياء. قال والله أنا ناس المنطقة ديل هنا الحمد لله أي زول بناخشوا في المواضيع دي، قال طراح بيقول للناس أركبوا كذا وكذا واشتغل توحيد في محله، الله يحفظه ويوفقه. شاف شيخ مزمل نحن نزلنا ما سوك سلم عليه وكذا وبنحضر ليكم وكذا وشرب معانا الشاي وسافرنا. طيب الجران الكلام ده يا جماعة حارثة ابن النعمان رضي الله عنه شهد بدرا والمشاهد كلها، ذكرنا أنه قدم للدين، فأنت تقدم لدين الله سبحانه وتعالى. عن محمد بن سعد قال قال حارثة رضي الله عنه رأيت جبريل عليه السلام مرتين. جبريل كان يتمثل أحيانا ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويراه شنو الصحابة، كما في صحيح مسلم لما رآه عمر ومن معه من الصحابة جاء في صورة شنو رجل. قال رأيت جبريل مرتين حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة مر بنا في صورة دحية. جبريل عليه السلام كان يأتي أحيانا في صورة دحية الكلبي رضي الله عنه، ودحية الكلبي بعضهم ينطقها بضم الدال دحية، دحية الكلبي كان رجلا أحمر اللون أبيض ومشرب بالحمرة فيه حمرة، وكان يعني جميل الشعر، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه لما جاء من الإسراء والمعراج ووصف عيسى عليه السلام ذكر أن أشبه الناس به دحية الكلبي رضي الله عنه. طيب قال هذا الموضع الأول أو المرة الأولى. الثانية ويوم موضع الجنائز حين رجعنا من حنين قال مررت حارثة رضي الله عنه قال مررت وهو يكلم النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام فلم أسلم، يعني مرة من بعيد مرة، فقال جبريل من هذا؟ قالوا حارثة، قال لو سلم لرددنا عليه. رواه الهيثمي رحمه الله في المجمع، وقال رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. طيب ذكر ابن الجوزي رحمه الله حديثا ضعيفا عن حارثة ابن النعمان إن مناولة المسكين تقي ميتة السوء، وهذا الحديث ضعيف ضعفه الألباني رحمه الله. طيب حارثة رضي الله عنه لما كبر كف بصره أو أصيب أو كف بصره رضي الله عنه من مناقبه التي ذكرت عنه في حديث صحيح وهو في السلسلة الصحيحة وهو رواه الإمام أحمد وأبو يعلى عليهما رحمة الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نمت فرأيتني في الجنة فسمعت صوت قارئ يقرأ، أي في الجنة، فقلت من هذا الذي يقرأ؟
قالوا حارثة ابن النعمان هو من أهل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كذلكم البر كذلكم البر. قال قال ابن الجوزي رحمه الله ذكر الرواية عن عائشة رضي الله عنها وكان أبر الناس بأمه. وهذا الحديث فيه فائدتان في بشارة النبي صلى الله عليه وسلم بأن حارثة رضي الله عنه ابن النعمان من أهل الجنة، فيه فائدتان. الفائدة الأولى في قراءة القرآن، والفائدة الثانية في بر الوالدين. الزول يا جماعة يكون عنده ورد من القرآن، خاصة الزول المستقيم وغير المستقيم، يعني ما يمر عليك يوم وليلة إلا ويكون عندك ورد من القرآن، جزء جزء جزئين ثلاثة تقرأين تقرأ جزء جزئين ثلاثة إلى آخره. والآن يا جماعة الحرف زي ما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في سنن الترمذي صححه الألباني قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم شنو حرف. أقرأ قرآن كثير، ولو ما بتعرف تقرأ أمي لا بتعرف تقرأ ولا بتعرف شنو تكتب. الآن في تسجيلات للقرآن، لو زول أعمى داير يقرأ قرآن أو داير يحفظ بيقدر الآن بتسجيلات الشيخ محمد أيوب والشيخ علي الحذيفي، محمد أيوب رحمه الله والشيخ علي الحذيفي حفظه الله تعالى. بس شوف ديل كذا كمثال بس الاثنين ديل. محمد أيوب ده كان من أئمة الحرم شنو المدني، والشيخ علي ابن عبد الرحمن الحذيفي موجود الآن حي رحمه حفظه الله، ده رئيس لجنة مراجعة المصحف، من أقرأ الناس. والناس ذي نحسبهم والله حسيب على المنهج القويم فيما نعلم. فالزول شنو يعني استمع لهم بيستفيد، تجويد وكذا وصوت ذاته جميل، استمع لهم اطيع زمنك مع السرورية ذيل وكذا، وديل بمطمط القرآن مرات ويسوى أشياء وتلقاه يخش اليوتيوب بدل يسمع قرآن ولا محاضرة تلقاه يخش له في نشيد. عرفتها منذ الصغر هوك، معقول يا أخي؟ واحد تاني تلقاه يبكي في نشيد ويجيبوا له أشياء لما يبقى سرور يبقى مارق بغاد، كلها أشياء. إنسان يكون عنده ورد من القرآن يستمع، حتى لو ما بتعرف تقرأ تنزل في الموبايل ده في مصحف مقروء مقروء، إن كان الأفضل القراءة من المصحف زي ما ذكر الشيخ محمد بن هادي حفظه الله تعالى، لكن تنزل المصحف مقروء وتستمع ودعاين شوية بتحفظ، تقرأ في اليوم جزء جزئين ثلاثة ما يسر الله لك.